أنا ما قلت لك أتعرف إني رح حطك بالسجن باليوم اللي بلاقي فيه دليل ضدك، وهلأ إجا اليوم يلي رح زدتك فيه بقلب السجن. يلا يلا ملهار، لا ملهار، ملهار راني أتعرف. ملهار ملهار، شو عم تعمل؟ ملهار راني أتعرف. يلا ملهار راني، أنا قلت لك إني ما عملت أي شيء. ما فهمت؟ أنت رح تعتقل شخص بريء. ولا حرف. ملهار، مفكر حالك تقدر تتصرف بهالطريقة بس لأنك ضابط بالشرطة؟ بوعدك إني رح أطردك من وظيفتك بأقرب وقت، فهمت؟ روحي واعملي هالشي. يلا خليني شوف إذا عن جد فيك تعملي هالشي، بس ما حدا رح يقدر يمنعه من الروحة على السجن اليوم. يلا حطه جوا. لا ملهار لا، اتركه، هو ما عمل شيء، اتركه. يلا اطلع. أتعرف 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 أتعرف. يا ملهار شكرا، حبيت اتشكرك لانك بطل حقيقي، رجعت انقذتنا اليوم مثل العاده. عمي بعت هالادله اللي معك ضد أتعرف على مركز الشرطه فورا. يا ملهار انت كيف فيك تروح من دون ما تتشكره؟ ما بتعرف انه لازم تتشكره لتورجيه تقديرك له؟ طبعا، لانه بسببه هو أتعرف راح على السجن واخيرا. ايه انا كنت حاسه، واحساسي دائما بمحله، كنت بعرف وكنت حاسة إنه عمو سارتك هو أفضل شخص. لأ شو عم تحاولي تقولي؟ أنا احكي. طيب هلأ الكل بيعرف، فأنا رح خبرهم بالتفصيل. يا ملهار أنا كان بدي أحكي معك عن هذا الموضوع من زمان، بس ما صحت لي ولا فرصة. إيه أنا كان بدي خبرك، وكمان بدي أطلب إذن منك، وأساساً أنا أخذت إذن من أبي قبلك، لهيك أنا. أنتي رحتي على السجن لتشوفي أبوكي؟ ملهار اسمعني لو سمحت، خليني أحكي. أخيراً أنا لقيت الشجاعة لأقول هذا الشيء، لهيك بطلب منك تخليني أحكي. بتمنى ما يكون غلط، عن جد بتمنى هيك. طيب يا ملهار أنا كتير حابة إنه العم سارتك يتزوج أمي، والوقت هلأ مناسب. أي يا ملهار، اثنيناتهم عزابيين ورح يكونوا ثنائي حلو كتير، وعن جد العم سارتك رجال كتير منيح، بتعرف حتى فيني اتخيلهم مع بعضهم على طول، هنن كتير مناسبين لبعضهم، صح حكي؟ ولكني عم قلها هنن رح يكونوا مبسوطين مع بعض، صدقني. كلياني شو هالحكي اللي عم تحكي؟ انت فقدتي عقلك شي؟ جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.